عمي سلامي بالدغا ريد الطيور بيتاني بالأمان بحناني وحضور بلغ عمي سلامي بالدغا ريد الطيور بالتهاني بالأمان بحناني وحضور لجميع الناس حبي ولكل المسلمين ولأهل كل عام دمتم بعظيم خير ولرب كل حمد كل شكر وامتنان قدم الصوم بيسر وبعيد وسرور لجميع الناس حبي ولكل المسلمين ولأهل كل عام دمتم بعظيم خير ولرب كل حمد كل شكر وامتنان قدم الصوم بيسر وبعيد وسرور بالتهاني بالأمان بحنان شهر اجتهاد وآتى العيد هدية فلمن قام الليالي جنات بل أقصور فافرحوا بالعيد هيا واشهدوا وارجوا القبول إن في العيد معان كلها نور ونور فمضى شهر اجتهاد وآتى العيد هدية فلمن قام الليالي جنات بل أقصور فافرحوا بالعيد هيا واشهدوا وارجوا القبول إن في العيد معان كلها نور ونور بالتهاني العام
صباياه ولا اغتضب عرائشه ولا اتحدت عذاراه ومر العام ما ظن بأمسية صبايا جرحاه سوى قيثارة ثكلى ترجع في زواياه إلى أن جاءنا رمضان يرفل في عطاياه ويسكب في مسامعنا من القرآن نجواه إلى أن جاءنا رمضان يرفل ويسكب في مسامعنا من القرآن نجواه ترى قد جاء شهر الصبر لما أن فقدناه يرطب قلبنا الطامي يعشش في حناياه ترى قد جاء شهر الصبر لما أن فقدناه يرطب قلبنا الضامي يعشش في حناياه يا رمضان أجاء ليمسح الآلام عن ليل أرقناه أجاء ليزرع الإصرار في دمنا سحى الآلام عن ليل أرقناه أجاء ليزرع الإصرار في دمنا ويرعاه ليدفع زورق الأبرار للفردوس مرساه ليعلن من حبانا الله فضلا ما حمدناه وكم كنا إذا طابت لنا الأيام ننساه وبعد فكم حبانا الله فضلا ما حمدناه وكم كنا إذا طابت لنا الأيام ننساه وننسى فضله حتى إذا ضاق ذكرناه وما زلنا نعود إليه نطمع في عطاياه وننسى فضله حتى إذا ضاقت ذكرناه وما زلنا نعود إليه نطمع في عطاياه نطمع في عطاياه نطمع في عطاياه ولكننا برغم البعد ما زلنا رعاياه ففي أرواحنا قبس قبس من الله قبس من الله حفظناه ألا فشت لنا رمضان أنا ما كفرناه وأن اليوم نأتي بتوبتنا أهلا بالعيد
قد شفتايا يا أهلا بالعيد وأهل الأعياد، أنتم أفراح جاءتكم أفراح زادت إسعادا.